باي بس عفوية بتعملي مثل ما قال لك اخوكي، بترفعي عليه دعوة تفريق بينك وبينه مثل ما هو طلبك للطلاق. طبيت الطاعة. كنا رح نخلص منه بس ايه؟ حضرتك بدك يلا ما في اكرامي لك. ايه تفضل، قصدي اسف. الزلمة كان بده يطلقك، كنا رح نخلص منك. ايه وشو يعني؟ يعني هلا ما رد لب يلا مالك غير هالحل. يلا مو على كيفك، بدك تطلقي غصب عنك. بس يا مو انا اسمعني اشي يلا خلص شو بدك يا مو؟ الله يرضى عليك يا مو. انا هالمرة ما سهلت. الله يعطيك العافية على هالعملة. الله لا يعطيك العافية على هالعملة. قلت لها تنزل على المحكمة وترفع دعوة تفريق. بغض النظر شو بريء. هذا لك اختي طلبت طلاق. طلبت طلاق وخلصينا بقى. لا اسف يلا. يلا. أربعة. دودي. اسمعي الحمد لله رب العالمين. بس الكري غالي اخي ها. معلش يا اخي معلش، يعني حارتنا فيها البركه باذن رب العالمين، كل شيء الله كرمه فيه بيدفعه. غلط الجمله ما؟ اجبارك الله. انت بدك تجيب مرتك من بيت حماها؟ بيت اهلها. انا بس بدي افهم شغله واحده بس. كيف قدرتي تصالحي مظهر وانت بتعرفي انه هو سبب مقتل تك 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 كيك؟ صح. يلا. ما بصير الحرمة تنام برات بيت. ايه يلا خمسة. ان شاء الله يا عمو ان شاء الله. ماجدة فوتي على المطبخ وروحي شوفي ماجدة فوتي على المطبخ يلا مدري شو. شو بدي اقول؟ عم تتاوب. شو قول شو قول؟ لا لحظة يلا يلا خمسة. خليتني افكر اذا فتحت تمي يلا ايه مو على كيفة مو على كيفة. صار اختك عمرها من فوق ال 25 سنة ما حدا اجى بقى يلا. لا لحظة لحظة بشعرتني يا ستي بكره مظهر بيرجع على وردة وخلصنا. ايه شو هذا؟ يا مو لا تجننيني لا تجننيني. شو هالكلام اللي سمعته ريحانة؟ يا عيدة خليني خلي ابو خلصنا من الحكي يا مو خلصنا. بكره عرسك وما بدي اياكي تبكي حتى تما يلا خمسة أربعة ثلاثة عكيت وبلشت عد خمسة ما تطلع حمى رام ياو خمسة أربعة. الحمد لله اطمنا عنها. إن شاء الله إن شاء الله راحت الجملة من رأسي. يلا اطمنا يلا. وضل واقف ساعة على سقاق البيت عم ياخذ ويعطي معه عم ياخذ ويعطي معه إلا شوي كان رح يبوس إيده مشان تقبل فيه على سقاق البيت؟ آه؟ على باب السقاق على باب السقاق. آه أوكي طيب على باب البيت روحوا حلع ربي أوكي على باب البيت خلصونا خمسة قلت لكم كل هادكم ليش حطوا؟ خمسة يلا أربعة ثلاثة اثنين. وضل واقف معها على باب البيت شي ساعة على كلمة ساعة. هي ما قالت له شي بس شهيرة خانم غسلته تغسيل قالت له انقلع لبرا يا كحتة يا ابن الحرام انت هذا المدري شو. هي ما قالت له شي بس شهيرة خانم غسلته تغسيل قالت له انقلع من قدام باب البيت يا كحتة يا عين بيضة يا عين بيضة يا ابو عيون بيضة. الله لا يتوه لنا شو هي الله لا شو يبعث لي حمى على حظك العاطل يا مو. ايه نام بالكركون هو واسعد وعتمه
يبعث لي حمى على حظك العاطل يا ريحاني. أكيد عفاف إلها أصبع بالموضوع. يبعث لها قتلها إن شاء الله، يبلاها بالقتل. يلا بعث لها شو؟ شو الجملة؟ روحي للي من هون للي. هذا هو امسعي. لا تغلطي بالكلام. ها لا بالله عارف شو بنتي ما بتعرف مصلحتها، وبكره بس تتزوج وبتحبه بتعرف انها كانت غلطانه. شو هالحكي؟ خلص معناها باذن الله الخميس العرس الجاي. خميس العرس الجاي؟ عجبك ولا ما عجبك؟ رحنا خدمتها. شو؟ رحنا خدمتها كمل.